لحد الآن لم يشهد المرميان أي خطورة. أداء محصول وسط الملعب، الحذر واضح بأداء الفريقين وبالأخص من لاعبي المنتخب الغالي. هم يعلمون أن الهزيمة تؤدي إلى خروجهم. كرة جول جول جول، هدف للاعب خيسو رودريغيز. خيسو رودريغيز بالدقيقة 13 من عمر المباراة بكرة عكسية جميلة، خيسو يسجل هدف الشخص الثالث والهدف الأول في مباراة اليوم. خيسو رودريغيز يسجل أول أهداف المباراة لمنتخب إسبانيا، ويسجل هدف الشخص الثالث ويساوي الهداف الناجيري عبد الجليل أجاجون اللي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف. هذا هو الهدف الأول بخطأ دفاعي قاتل. شوف أوليفيري، هي كرة جميلة إلى اللاعب خيسو رودريغيز، ورودريغيز يسجل الأول.